طيب نيجي بقى بنوزن بقى المغيمس. الرجاء الذي أنا أرجوه من الله عز وجل أن يحققه، وليعذرني إخوتي العلماء، أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا. وكل أحد يوزن على هذا الميزان. هو الراجل ده بينقل من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة عقيدة وعملا نصا وفهما، بينقل خلاص، ده يبقى من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة نتبعه. طب خالف يبقى من 72 فرقة. نيجي هنا للكلام المغناطيسي اللي هو المذهب ده، في جزئية خطيرة جدا يمكن ناس كثيرة جدا ما تعرفهاش. مذهب، وهسألك برضو يا عم سعيد عشان كنت تقريبا مطولين وعايز تقفل البث، بس احنا بنجاوب على السؤال ده، هسألك انت برضو، هل تعتقد وتظن أن الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة مختلفين في العقائد، العقيدة لا، يعني؟ ليس في العقيدة، تمام. عقيدة تابجة. طب لو رجعنا ورا شوية يا عم سعيد عشان أعرفك الجزئية بتاعت الانحراف بتاعت الناس دي عاملة إزاي، لو رجعنا ورا شوية، هل تعتقد بأن الصحابة اختلفوا في عقيدة واحدة؟ لا، ولا التابعين من بعدهم. أحسنت. إذن الاختلاف، خلي بالك وركز مع الاختلاف في مسائل أحكام شرعية عملية، الوضوء والصلاة والأحكام دي، المواجب والمكروه والمباح في الصلوات وفي الوضوء وفي الحج وفي الصيام، أحكام شرعية عملية فقهية، أحكام مستنبطة يعني كده، وكل له أصوله ولا بد أن تكون الأصول سنية. طيب نيجي بقى للمذهب، نيجي للمذهب يعني كده، الشافعية عمل مذهب؟ لا. أحمد عمل مذهب؟ لا. مالك عمل مذهب؟ لا. أبي حنيفة عمل مذهب؟ لا. كان في هناك من يضاهي علم الأئمة الأربعة، الليث بن سعد، ما حدش يسمع عن حاجة اسمها مذهب الليث بن سعد. أمال مين اللي عمل مذهب؟ الشافعي كان يسأل في الفقهية في مسائل وأحكام، فكان يقول الحكم ويفتي بالحكم. ركز يا عم سعيد عشان تعرف جات ازاي، كان يقول الحكم ويفتي بالحكم، فكان له تلاميذ، فكانوا يجمعون مسائل الشافعي في وفتاويه في الأحكام، مش العقيدة خلاص كلهم على عقيدة واحدة ما اختلفوش فيها، كان كده. عقيدة الشافعي هي عقيدة أحمد، هي عقيدة مالك، هي عقيدة أبي حنيفة. حتى واحد يجي يقول لك تبع أبي حنيفة قال الإيمان قول وتصديق جنان ونطق اللسان، قلنا له هذه دل وهفوة، ورد عليه العلماء إلى يومنا هذا يردون، خلاص انتهت القضية. لكن مسالكه سنية وطريقه سني وفتاويه سنية وكل اجتهاداته سنية، يبقى عقيدتهم واحدة. بعد كده أخذ تلاميذ الشافعي جمعوا المسائل بتاعته اللي هي الأحكام الشرعية العملية فتاويه، ونقلوها وجمعوها وعملوا فيها كتب إلى غير هذا، فسميت إيه؟ كلمة مذهب يعني طريق، طريقة الشافعي أو فتاويه في الأحكام الشرعية العملية مش في العقيدة. غريب إن هم بيبعدوا عن عقيدة الأئمة اللي مجتمعين فيها ويمسكوا في العقائد اللي هي فيها الخلاف سائغ أصلاً، الخلاف جائز وسائغ. برضو نفس القصة مع أحمد، تلامذته عملوا كده، مالك على تلامذته عملوا كده، أبي حنيفة تلامذته عملوا كده، فتكون إيه؟ تكون ده مذهب أبي حنيفة، ده مذهب الشافعي، ده مذهب مالك، عن طريق تلامذة الشافعي ومالك وأحمد وتلامذة تلامذتهم كمان. وعشان كده يقول لك إيه؟ حنبلي من الحنابلة من الشافعية مالكية، يعني من التلامذة وتلامذة التلامذة كمان، جمعوا هذا فأصبح طريقة الشافعي طريقة أحمد في الفتاوى في الأحكام الشرعية العملية. الخلافات فيها سائغة وجائزة لا شيء فيها، ليست فيها خلافات تضاد. لأن كده الراجل ده دلوقتي بقى كده الشافعي مالك احمد ابي حنيفه لم يفعلوا مذهب، الراجل ده بيجي جاي بنفسه هو كده من دون الامه كلها، من مر الزمان اللي فات ده كله، بيقول هعمل مذهب. من في الامه قال انا هعمل مذهب من لدن الصحابه الى يومنا هذا؟ مفيش حد خالص. امال ايه المذاهب الاربعه؟ ما احنا قلنا تلامذتهم وتلامذه تلامذتهم هم اللي عملوا الكلام ده، جمعوا وقالوا مذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفه. لكن الشافعي نفسه
قال أنا لي مذهب وهو واحد اثنين ثلاثة أربعة دي مذهبي، لم يحدث، بل كلهم اجتمعوا على قولة واحدة، إذا المذهب بتاعهم في لفظة واحدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لما يصح الحديث دليلا واستدلالا نصا بفهما، هو ده طريقي وده مذهبي ودي سنتي كده. لكن هو واحد منهم اي هل يجيب اي حد يثبت لنا ان الشافعي اسس وقال ده مذهبي او احمد او مالك او كده؟ لم يفعلوا هذا. ده بقى جاي من دون الامه يقول هعمل مذهب. طيب هيعمل مذهب، انت عارف ايه الخطوره فيه؟ طبعا ابتداع فظيع، انه اول واحد هيقول انا هعمل مذهب ما حصلتش في الامه خالص من العلماء المعتبرين. الخطوره فيه حتى المذاهب الأربعة لم يقولوا أنا سوف أنشئ مذهب. بالظبط بالظبط، ما ده اول ابتداع يفعله هذا الرجل، انه اول رجل في الامه يقول انا سانشئ مذهب. دي واحده. الثانيه والخطيره جدا جدا يا عم سعيد، عن كده احنا دلوقتي من لدن نبينا ليومنا هذا 1400 وكام، 44 سنه، 1444 سنه صح؟ نعم. الأمة كانت على باطل في أشياء كثيرة، هنقول مش الكل بقى، هو يعمل مذهب جديد يبقى هيغير في حاجات ويبدل حاجات ويجيب حاجات ويعمل حاجات، يبقى الحاجات اللي هو غيرها واللي بدلها واللي هيعملها من كده، هذه الأشياء الأمة على مدى 1444 سنة كانت ضالة عنها، والراجل ده نزل تحت الأرض واستخرج لنا البترول واستخرج لنا الحق من تحت الأرض عشان يقول لا هو اللي ضلت فيه الامه كل ده انا بجيبه لكم. يبقى هو اول نقطه انحرافه في انه يصرح ويقول سانشئ مذهب. ثانيا الامه كانت على ماذا طوال هذه السنوات الطويله؟ كانت على ماذا؟ على حق ام باطل؟ ام ضاع الحق في الامه 1444 سنه عشان ده جايبه لنا ولو في مساله واحده، ولو في مساله واحده؟ فهذا طبعا من ابطل الباطل ان يقول انا سانشئ مذهب، او انه كمان يقول يدعي، طبعا مش هيقول بلسان الحال، طبعا مش بلسان المقال، ان الامه ضاع فيها الحق السنين دي كلها وانا انشئ. فهذا الرجل له طبعا سقطات شديده جدا جدا، لكن هل هذا لو ردنا بقى للميزان الحق، هل هذا ما كان عليه النبي واصحابه نصا وفهم عقده عملا؟ لا، هذا رجل خالف والمخالفين كثير طبعا. ده كده يعني رد برضو مختصر، خلي بالك. جزاك الله خيرا، بس كنت الله يبارك فيك. نعم تفضل. فين الإعلام بتاعنا والأوضاع بتاعنا اللي هو المسألة؟ والله انشغلت مع حسين، انشغلت في هذا البتش، لكن لما أقفل سوف مباشرة سوف أعمل على الله يعزك رب، وبعت لي الصورة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، حفظك الله. خيرا جزاك يا شيخ، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. شكرا شكرا على المداخلة. يلا نسيبك على خير إن شاء الله بإذن الله. تحية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا، كل المداخلات كانت والله شيء جميل جدا أن نستفيد من الإخوة، بارك الله فيهم، وكذلك المتابعين جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.